هبه قطب للازواج. ها، اشحنوا نفسيكم قبل لقاء زوجتكم. اشحنوا نفسيكم قبل لقاء زوجتكم. ف الخبر ده ايه؟ ما انا انا مش متجوز. ملهاش علاقه. اشحن احتياطي. ايه ده؟ انا مش متجوز عشان اشحن. تعالى بس. تعالى ايه؟ تعالى بس. ابني ما حد لاقي. تعالى ايه؟ بعدين هيبقى اطبط الدكتوره. ايوه يا دكتوره، انا مش متجوز، انا هشحن. هتشحن فين؟ يا يعني هتحط الزك في بقي؟ هتعملوا ايه؟ هتعمل ايه؟ دي بركه. بركه ايه؟